السيدات والسادة، الرجاء الوقوف لتحية النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. هي اللغة المشتركة بين كل الشعوب، اللغة التي تجمعنا من جميع أنحاء العالم، وهذه اللغة اليوم تجمع المنتخبات الإفريقية في مكان واحد، جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، نرحب بكم في أرض الحضارة والتاريخ، الأرض التي شهدت استضافة أعرق البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة اليد بشكل خاص. فبعد تنظيم بطولة العالم لكرة اليد لعام 2021 وكأس أمم إفريقيا لعام 2022، ها نحن اليوم نشهد انطلاقة النسخة 26 من البطولة الإفريقية الأقوى، بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذه البطولة تستضيفها مصر للمرة السابعة في تاريخها وللمرة الثانية على التوالي. وبانطلاق هذه النسخة اليوم تفتخر مصر بتنظيمها لبطولة كأس العالم، كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024، حيث يتنافس بها 16 منتخبا إفريقيا تحت إدارة نخبة من أفضل المدربين. كل هؤلاء يستعدون اليوم لحصد اللقب الأسمى، اللقب الذي سيؤهلهم لأولمبياد باريس 2024 والمشاركة في بطولة العالم 2025. السادة الحضور، دعونا نستمتع سويا بالعرض الافتتاحي لكأس أمم الإفريقية لعام 2024، ويبدأ الافتتاح بأعلام الدول المشاركة. أنغولا، كاميرون،
ليبيا. Thank you.
السيدات والسادة،